بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. شرح كتاب الملخص الفقهي من الفقه الإسلامي للدكتور صالح بن فوزان الفوزان. الدرس 72. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين على نعمه الظاهرة والباطنة، صلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه وتمسك بسنته، وبعد. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نواصل الحديث معكم عن بقية محظورات الإحرام، حيث كنا تناولنا في الحلقة السابقة أولها وضاق الوقت عن استكمالها. فالخامس من محظورات الإحرام الطيب، فيحرم على المحرم التطيب بأنواع الطيب واستعماله في بدنه أو ثوبه أو استعماله في أكل أو شرب أو غسيل، لأنه صلى الله عليه وسلم أمر يعلى بن أمية بغسل الطيب، وقال في المحرم الذي وقصته راحلته: ولا تحنطوه. متفق عليهما. والحنوط هو الطيب. ولمسلم: ولا تمسوه بطيب. ولأبي داود والترمذي وغيرهما قال رجل: من الحاج يا رسول الله؟ قال: الشعث التفل. والحكمة في منع المحرم من الطيب أن يبتعد عن الترفه وزينة الدنيا وملاذها ويتجه إلى الآخرة. ولا يجوز للمحرم قصد شم الطيب ولا الإدهان بالمواد المطيبة. السادس من محظورات الإحرام قتل صيد البر واصطياده، لقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم، أي محرمون بالحج أو العمرة، وقوله تعالى: وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما، أي يحرم عليكم الاصطياد من صيد البر ما دمتم محرمين. فالمحرم لا يصطاد صيدا بريا ولا يعين على صيد ولا يذبحه. ويحرم على المحرم أكله مما صاده أو صيد لأجله أو أعان على صيده، لأنه كالميتة في حقه. ولا يحرم على المحرم صيد البحر، لقوله تعالى: أحل لكم صيد البحر وطعامه. ولا يحرم عليه ذبح الحيوان الإنسي كالدجاج وبهيمة الأنعام، لأنه ليس بصيد. ولا يحرم عليه قتل محرم الأكل كالأسد والنمر مما فيه أذى للناس. ولا يحرم عليه قتل الصائل من الصيد دفعا عن نفسه أو ماله. وإذا احتاج المحرم إلى فعل محظور من محظورات الإحرام فعله وفدى، لقوله تعالى: فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. السابع من محظورات الإحرام عقد النكاح، فلا يعقد المحرم النكاح لنفسه ولا لغيره بالولاية أو الوكالة، لما روى مسلم عن عثمان مرفوعا: لا ينكح المحرم ولا ينكح. الثامن من محظورات الإحرام الوطء، لقوله تعالى: فمن فرض فيهن الحج فلا رفث. قال ابن عباس: هو الجماع، فمن جامع قبل التحلل الأول فسد نسكه، ويلزمه المضي فيه وإكمال مناسكه، لقوله تعالى: وأتم الحج والعمرة لله. ويلزمه أيضا أن يقضيه ثاني عام، وعليه مع القضاء ذبح بدنه، وإن كان الوطء بعد التحلل الأول لم يفسد نسكه، وعليه ذبح شاه. تاسع من محظورات الإحرام المباشرة دون الفرج، فلا يجوز للمحرم مباشرة المرأة، لأن المباشرة وسيلة إلى الوطء المحرم، والمراد بالمباشرة ملامسة المرأة بشهوة. ويتجنب المحرم الرفث والفسوق والجدال. قال الله تعالى: فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. والمراد بالرفث الجماع، ويطلق أيضا على دواعي الجماع من المباشرة والتقبيل والغمز والكلام الذي فيه ذكر الجماع.
والفسوق هو المعاصي، لأن المعاصي في حال الإحرام أشد وأقبح، لأن المسلم في حالة الإحرام في حالة تضرع وعبادة. والجدال هو المماراة فيما لا يعني، والخصام مع الرفقة، والمنازعة والسباب. وأما الجدال لبيان الحق والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فهو مأمور به، قال الله سبحانه وتعالى: وجادلهم بالتي هي أحسن. ويسن للمحرم قلة الكلام إلا فيما ينفع. ففي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. وعنه مرفوعا: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. ويستحب للمحرم أن يشتغل بالتلبية وذكر الله وقراءة القرآن والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وحفظ وقته فيما يفيد، وأن يخلص النية لله ويرغب فيما عند الله، لأنه في حالة إحرام واستقبال عبادة عظيمة، وقادم على مشاعر مقدسة ومواقف مباركة، فينبغي له أن يهيئ نفسه لذلك وأن يبتعد عما لا ينبغي. وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه. وإلى الحلقة القادمة بإذن الله تعالى، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، والحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه.